الطايره ونتابع معاكم هذا التقرير. اتفضل. أول الحمد لله والشكر لله، مبروك للنادي الأهلي، مبروك لجمهور النادي الأهلي، مبروك لأعضاء مجلس إدارة، مبروك لفريق النادي الأهلي كرة الطائرة. الحمد لله على مكسب النهارده، المكسب طعمه حلو، وده بداية إن شاء الله مبشرة. إن شاء الله كده دي بداية أول بطولة لنا في السيزون ده، وإن شاء الله بإذن الله عندنا دورة وعندنا كأس وعندنا أفريقيا بإذن الله من غير مقاطعة. بوعد الجمهور والنادي الأهلي ان شاء الله الثلاث بطولات باذن الله في النادي الاهلي. طبعا يعني طبعا الحمد لله، الف مبروك علينا جميعا، ومبروك لكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره، طبعا الاساطير كابتن احمد صلاح وكابتن عبد الله وكابتن عبو وكابتن حسام يوسف وكل اللعيبه الكبار، طبعا بينقلوا لنا خبرات عاليه جدا، طبعا ما شاء الله عليهم اساطير وياما حققوا النادي الاهلي ولسه ان شاء الله. فانا مبسوط جدا بمباراه النهارده، كلنا عيله واحده في جميع الالعاب، ويعني دي حاجه بسطاني جدا بصراحة. دعم الجماهير لينا سبب كبير جدا للفوز، فطبعا أشكرهم جدا وأقول لهم ألف مبروك. والله الحمد لله، برحب بيك وبرحب بكابتن الإسلام، والحمد لله بداية الموسم بالنسبة لنا كانت مهمة جدا، لأن الفرقة كانت طالعة من سنتين مضغوطين بشكل كبير. الحمد لله في لعيبة كتير بدأت تظهر بشكل كويس، تظهر تاخد فرص وتثبت نفسها. كان النهاردة لما عملنا اجتماعات مع اللعيبة بنتكلم إن دي فرصة إن تثبت بيها نفسك، إن أنت موجود، إن أنت محتاج الفرصة عشان تثبت نفسك. والحمد لله اللعيبه كلها النهارده عملت كل اللي عليها الحمد لله، سواء الاحتياطي والاساسي وكل الناس بشكل فريق مش بشكل فردي الحمد لله. طبعا مبروك لك يا سله، ومبروك لجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. طبعا النشاط الرياضي بطوله مهمه جدا طبعا، خصوصا انك تبدا الموسم ببطوله زي دي قدام منافس قوي، فريق نادي الزمالك فريق كبير طبعا، نادي كبير، هو طبعا هو المنافس التقليدي للنادي الاهلي. طبعا قدرنا ندرس الفرقه دي كويس جدا اليومين اللي فاتوا، الحمد لله قدرنا نشتغل على نقاط ضعفهم الحمد لله، وقدرنا نكسب الماتش. طبعا انا السنه دي مبسوط جدا طبعا للفرقه، الفرقه مختلفه جدا عن السنتين اللي فاتوا. الفرقه السنه دي الناس كلها على قلب رجل واحد، اللي بره زي اللي جوه، اللي جوه زي اللي بره. انا النهارده لعبت جيمين، حليم نزل مكاني في الثالث والرابع، طبعا موت نفسه وعمل اقصى حاجه عنده، وانا كنت بره طبعا، اللي بره زي اللي جوه من الاخر، يعني الفرقه كلها على قلب رجل واحد، وده سبب المكسب يعني. فطبعا ان شاء الله باذن الله انا ببارك للنادي الاهلي طبعا باول بطوله السوبر، وان شاء الله باذن الله انا بوعدهم ان شاء الله بافريقيا ان شاء الله داخل النادي الاهلي، وانا بطلب الجمهور ان شاء الله تساندنا البطوله الجايه، لانها تبقى بطوله صعبه جدا داخل ارضنا. ان شاء الله باذن الله نقدر نحققها ان شاء الله باذن الله. يعني فوز كبير وعن جدارة نتج عنه الفرحة دي عن استحقاق زي ما حضراتكم تابعتوا معنا من خلال هذا التقرير. تعالوا بقى نرجع مرة تانية الماتش امبارح.